السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير ونور وبركة وسرور من دار السرور من رياض السعد من رياض الخير من المملكة من هالمكان الطيب المبروك من هالمكان الفنان من هالمكان اللي يشرح الخاطر يتبو تحت القبضيحة حمالي ولا دريت في الدنيا هنا شبرية مكبرها طولها طول عرضها عرض طعرك دوي هي والله مكانهم زين حاطينه فنان بلاد من كبرة شاور وريل ما ادري شو ولا هذا هناك ما بصور عمري يعني كشي ناطرة الحالة لله مكان زين وفنان وقاضي ما يبالي كلام تعرفون منو هالزقرتي تعرفون منو هالاضخم منو هالاضخم الفنان هايوة ما شاء الله عليه هايوة رقم واحد وينو هذا والله الا رقم واحد تحرص مصبح معرس تبارك الرحمن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الرحمن خير الخالقين ما شاء الله والله اللي فنان فنان ما علي منكم رقم واحد وما حد شرتي في الدنيا العودة ما لي حجرتي أسير وأرد والقط مثل ما أنتي يلا حد يقرب حجرتي ولا شياته واللي حرت ساكن حتى سكنت في هالفندق الفنان اللي غير هذا شيء قسمين بعد أنا تحرط طويل هذا اللي شرات الميبر اللي هو البرج هذا روحه هو الفندق طلع لا هذاك مكاتب جنة الفندق ملاص جنة هي شوفوا ها هذا الفندق بيكون لا هذا اللي أنا فيه هو الفندق تليفون نسيت عادي شو كنت أقول وهذا أنت أقول اللفت روحي بوكي سوال بلاد بعد قولني داو يلا أظني هذا بيكون والله يمكن روحي معيب من معيبتي عمري كان حد يعيب بعمره انا والله فهم يعني سدكم الجوتي خوزوا انا ايوه وين الله نبي طبيعي الريو كان هني في المطعم لكن ما وحاله لانه وايد مستعيد اصور الهست كله وهذا فندق فندق شيء طبيعي فنان هو الموقع فنان وكل هذا اللي يقول لكم ليش شرات الميبر تحراه ترى الفندق اللي هني 5 أدوار والبقى علينا نحن فيها قسمين شيء هذا المكان اللي نحن فيه هذا اللي مكانه غرفة كبار وهذاك الحجر العاديات هاي يقولك رياض الخير رياض الخير نخيل العرب كلها بوي مطلع توها وهم ما شاء الله تدغى دخلال تبارك الرحمن قبل شيء وبعده مجدمين ما شاء الله هل السعودية بكل شيء الله يحافظهم انطاح الفقع أول ما يطيح عندهم اني الوسمي أول ما يطيح عندهم وني البراد أول ما يهمهم وني القيض أول ما يهمهم وان ظهر ظهر الخير والبترول والدنيا أول ما ظهر عندهم هم شو بقول لك الله يزيدهم من زوايد الخير يا رب العالمين ويحافظها من دار يحافظ إن شاء الله ملوكها وشيوخها وحكامها وأمراها ويحافظ إن شاء الله بلاد المسلمين أجمعين عبد الله محمد شريف ولادي سلام عليكم good morning صباح الخير اليوم اللي جيت ويا هالرجال اللي عندي من ايام مدرسه الكندي الاول والجيت بالصدفه متفارجين في مدينه زايد قبل 40 سنه وتلاقينا في الرياض يوم اقول لكم الرياض ابوي تجمع الاولي والتالي سبحان من جمعنا في اهل البلاد الطيب الفنان كيف حالك الحمد لله الامور طيبه وكل شيء زين سبحان الله شوف الصدفه كيف جمعتنا نايس ميتينج يو خالد بعد ما اقول عن شيء سادي تعرف باسمك احمد عبد القادر الراجعي من تبع شو انت تبع اي طيران انا طيران الاتحاد قسم الهندسه ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله على علم انك كنت عايش في الرياض وكنت يعني مده طويله عايش في الرياض اي والله 8 سنوات شو تخبرنا عن الرياض عن مساحتها كيف كانت وكيف اصبحت وش تشوف انت فراقك لها الرياض مدينة عزيزة على القلب يعني عشت فيها أنا جيت من أمريكا في
حالي من الرياض وعشت فيها 8 سنوات تقريبا. كنت اشتغل مع شركة السلام للطائرات. ما شاء الله. مدينة الرياض مدينة لها معزة خاصة في القلب. سبحان الله. انا ولدي حتى تربوا فيها. الله يبارك. كم سنة عشت فيها؟ 8 سنوات. تبارك الله. فهي اسمها يعني الاسم على المسمى رياض، يعني تعتبر جنة الرياض. انا احب الرياض. صح الله. موجودة في وسط الصحراء لكن بقلوبها وقلوب اهلها جنة. سبحان. لكن هي يقولون يعني وقت الوسم وقت الامطار تستوي واحات خضراء. صحيح. اخذ في اكثر منطقة في المنطقة في منطقة الصحراء يكون فيها خضار اللي هي الرياض، لذلك سميت الرياض. صحيح مضبوط. قول لي على الامطار اخوي. يقول ما شاء الله الرياض لما تمطر سبحان الله العظيم، يعني تمطر مرة او مرتين بالسنة. لكن امطار تغزيرة وتسد عن عن تسد عن سنة كاملة. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. اي والله اللهم لك ربك الحمد. كريم. حتى الرياض وعدد سكانها يعني الرياض يقولون وايد كبير. يقولون كبيره. نعم حوالي المساحه اللي يعني الكامله للرياض تقريبا 80 كيلو ب 80 كيلو ما شاء الله. يعني من اكبر يعني العواصم والمدن العربيه تعتبر. نعم. مساحه. نعم. سكانها تقريبا من 5 إلى 6 مليون. تبارك الرحمن. ما شاء الله. نعم. هذه اللي هناك. نعم هذه على اليمين جامعه الاميره نوره بنت عبد الرحمن. هي نعم. هذه فقط للبنات، أكبر جامعة للبنات صممت تأخذ أكثر من 50,000 طالب وطالب أمين طالبة. بس للبنات. للبنات فقط. فلذلك هي أكبر جامعة بنات في العالم. نعم نعم. سبحان الله. نعم هاي الميزة الخاصة لها. البلد الوحيدة اللي فيها جامعة للبنات في العالم هي الرياض. سبحان الله. أكبر جامعة. أكبر جامعة. كل التخصصات. نعم. سبحان الله. واسمها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. لا إله إلا الله. 9. وين موقعها؟ بين مطار الرياض وتقريبا مخرج 9. تبارك الرحمن. ما شاء الله. هذا اللي تشوفونه نحن نمشي من اول وقت لين الحين، ها كله قطار بيخطف هالمشروع. يقولون هي يقولون السنة بيجهز، السنة هذه اللي علينا بيجهز. هذا من اكبر مشاريع يعتبر في العالم كلفة وامتدادا. وصل وينها؟ وصل ابوي لين ربع الخراب اخر الدنيا. ما شيء مكان ما يودي من المطار لين ما يخطف الدنيا كلها. الشارحة اللي نحن فيه هذا طريق الملك سلمان الدائري. هذا الدائري هذا تاخذك برا المدينه باتجاه مطار الرياض. نعم. تبعد عن الزحمه والازمه وكل طريق شيء. دائري يعني. نعم نعم طريق خارجي يعتبر. هي هي يلفك دور مدار الرياض كامله يظهرش عن الازدحام. الجهه الغربيه من الرياض الشماليه الغربيه. ما شاء الله عليك. ولما انت في حدود الرياض. انا الرياض 8 سنوات. تبارك الرحمن. زين وهذا انا واللي وراي. سلام عليك. عليكم السلام. سامحينا على جده من الرجال عليك. لا عليك عليك. ايش حالك مايا؟ تعرفين نبت؟ خوله من اتحاد اويس انجنيرنج ماركتنج تيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. نورتنا نورتنا. الله يحفظك يبارك فيك. وين سايرين احنا الحين؟ سايرين معرض الطيران. شو بيكون؟ شو بيكون؟ في شركات طيران عالميه ومحليه ووطنيه. في بتعرض كل شركه تعرض احدث التكنولوجيا عندها ويعني بنشوف يعني كل شركه طيران تعرض اللي عندها منتجاتها. ان شاء الله. خوله هلا. انت تبع اي قسم؟ التسويق والماركتنج. شو تخبرين عن التسويق؟ انتم سايرين تسوقون لقسم الصيانه؟ ايوه الصيانه للاتحاد. نسوي صيانه لشركات عالميه مو بس للاتحاد. نسوي صيانه لشركات يعني وورلد وايد في الميدل ايست وجلوبالي. يجون لابو ظبي نسوي لهم مينتنس لطياراتهم ويطيرون. يعني مش شرط انهم حتى الديستنيشن مالهم تكون يعني مو شرط يطيرونهم لابو ظبي بس يجون بس حق صيانه ويردون. يستوي تي ها؟ يستوي. هي يستوي. هل في شركه يعني نتورك كبير شركات طيران وايد تي تسوي لنا. ما شاء الله. تسوي عندنا الصيانه. هل في شركات مماثلة تسوي الخدمة هذه؟ هي في شركات لا تطلعين اسم ما نبع الاسم. هي في شركات في الميدل ايست وفي شركات عالمية موجودة عندنا في الامارات. لا في الامارات احنا الوحيدين اللي نسوي لثيرد بارتي يعني مش بس الطيران الاتحاد نسوي لشركات. احنا نعتبر اكبر شركة صيانة طيارات في الشرق الاوسط بحيث ان اتحاد يعني طيران الاتحاد يشكل 25% من الكاباسيتي مالنا
حيث ان 75% من باقي الكاباسيتي لطيران لشركات طيران عالميه. ما شاء الله. يعني الاتحاد روحه 75%؟ لا سوري، الاتحاد 25%، 75% شركات عالميه. الحمد لله. يعني نحن نصيب يعني الاسد، شركات عالميه وايد تي مينتنس عندنا، يعني نصيب الاسد نحن. ايوه الحمد لله. يعلكم في زود ان شاء الله. ان شاء الله يعل يا الاتحاد ابوي، في زود وفي عمار وخير وخضره، ويعلى الله يمتعكم ان شاء الله في انظاركم ومدباجالكم يا القائمين على الشيء هذا. نعم احمد، تشاركنا الحديث، شو سبب ان يعني هالقوه انتم داخلين في الصيانه؟ تطوير شركة الاتحاد للهندسة، وعند القدرة الفنية على استيعاب شركة طائرات حديثة سواء كانت من شركة بوينغ أو إيرباص. القدرة الفنية أدت أنه لشركات كثيرة تيجي للاتحاد من جميع أنحاء العالم. زي ما نذكر حوالي تقريبا 25% نغطي الاتحاد و 75% نغطي الشركات الأخرى. يأتوا من جميع أنحاء العالم، حتى من البرازيل في أمريكا الجنوبية. نعم. يأتوا بطائراتهم للاتحاد لصيانة الطائرات، وذلك لأن السمعة الطيبة الموجودة للاتحاد للصيانة. ما شاء الله. وتغطية ما شاء الله، تغطون هالأماكن كلها؟ نعم طبعا، عندنا السيلز اللي هم اللي يروحون لك لكل أنحاء العالم مشان يجيبوا هذه الشركات، يجيبوا هذه الطائرات اللي عندنا لعمل الصيانة. ما شاء الله. نعم. أشوفها اللي تشوفونها كلها كشاته، يمكن احنا من ظهرنا ما يقارب 50 كيلو، ونحن نمشي كلها خيام، كلها كشاته، كلها شوفوا البلع عليكم، كلها كشاته. هاي اظن من يجي الربيع لين يجيهم القير، مخيمات على مد النظر. من متى حين، من اول ما ظهرنا من الرياض، احنا لنا تقريبا ما يقارب 50-70 كيلو ونحن نمشي. شو اسم الخط هذا؟ طريق الثمامة. طريق الثمامة هذا، نحن سارين حق مطار، سارين المطار الثمامة نحن. هناك المعرض، وهالطريق كله أبو مخيمات، شوفوا. ودرون أبوي العمران، ودروا البيوت والدنيا. شيء خير عن يلسة الربيع. ماشي أبو شرات الربيع. الناس أبوي تظهر البر، تعين من الله خير. تستانس، تغير جو. عن قريب نوصل، الله يحفظكم الحين. يا غير في الطريق مخيمات، كل شبت مسوين المخيم بيبان الدنيا. اتوقع ان هذا مشروع استثماري او للاجار. مخيمات شيء قسم للعوائل، شيء قسم للعزابيه، شيء والله شيء وايد جميل. يعني مشبتين الدنيا كلها. شو ها مخيمات الشباب، شوف الله عليهم هناك صافج عروس هاك اللي هناك، اكثر المخيمات غير هاي اللي قرب الشارع. كان بيوت شعر مسوي، فكره والله جميله، فكره جميله في منتهى الروعه. مداخنها وحطبها بدنياهم، يا هتن اللي بيستاجر بيل اسبوع ولا يوم ولا سنه ولا شهر بعد الربيع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مساكم خير ونور وسرور، متواجدين في المعرض السعودي الدولي للطيران. أول مرة في تاريخها تنظم معرض دولي للطيران السعودية. نعم، الناقل الوطني لدولة الإمارات طيران الاتحاد مشارك، ومشاركته قوية للغاية في هالمعرض، من أقوى شركات المشاركة في معرض الرياض الدولي للطيران هي شركة طيران الاتحاد. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف انتو؟ ما شاء الله عليك، ان الله يحفظكم. توأم انتن؟ يعني فيكن؟ شو مشاركاتكن الله يحفظكم؟ الحين جايبين البوينغ 787 هنا. نعم. دريم لاينر، وعندنا هذه الترينينج. وين هاي الصغيرة؟ هاي للتدريب. للتدريب ما شاء الله. ان شاء الله متجهز، قالوا لنا عشان جاهزه حين. اي جاهزه، تقدر تروح تشوف. زين زين. اوكي. بادي بتعرف بكل، انت من وين؟ معك هدى سعيد المسلمي. إيه؟ انا طيار على طيارات ال 787 ما شاء الله والبوينغ 777. هاي العوده انت طايرينها؟ العوده. ماكو عند شيء. الله يسلمك.
والبنية هذه رشا سعيد المسلمي. والله والنعم بنات عم انت اختها. والله اي اختها تواتر. ما شاء الله عليك. وانا اطير الايرباص 330 وال 320. تبارك الرحمن تبارك الله. انت الفخر. الله يخليك. انت الفخر لكل اماراتي. تسلم. لكل اماراتي. الله يحفظك ان شاء الله. هديك الطيارات وخوات ما شاء الله تبارك الرحمن. يعلى الله يحفظك. باجي نشتري الطياره والمدرج. الله يحفظك. تن طيارات هالطياره مظلمه هني. هي البارحه جبناها إيه؟ وصلنا هني العصر زين. وقفناها هناك واليوم عاد رتبناها عشان الزوار اللي يجون يتابعون. شو تمتاز الطياره هاي فيه؟ هالطياره هالطياره المتميز فيها انها هي من الطراز الجديد. اخر طراز من من طيارات البوينغ. تريبل 7 هذه 787 787 هذه جات عقب التريبل 7 تتميز انها اغلبيتها الكترونيه. كل الاشياء اللي فيها الكترونيه. نعم. مودرن كوكبيت احنا نسميها. عندك الاجهزه كلها صارت اكبر صارت احدث. نعم. صار فيها سيفتي اكثر. نعم. صارت ايضا تقطع مسافات اكبر. والبترول مالها البترول ميزتها هي في البترول. أيوة. ما تصرف بترول يعني صافية البترول جدا أخف. جدا جدا موفره. ايوه. والطياره هي من الفايبر صارت يعني اخف فعشان تي لانه وزنها اخف صارت. نعم. من الفايبر ما تحرق بترول زياده. تشيل حموله تقريبا جريبه من حموله البوينغ 777. نعم. جريبه يعني ولكن هي ميزتها انها صرفيه البترول اقل. وطبعا في الحين في مجال الطيران اغرب الشركات تحب توفر. نعم. واكثر صرفيه تيهم هي من صرفيه بترول الطيارات. نعم. فهذه الطياره هي صارت احدث موديل وصار طلب عليها كثير. طبيعي ابوي طيران الاتحاد بتفيزر ابوي في الصدر في الصدر مره في الصدر كلهن ابوي شيء على يمينها وشيء على يسارها يا غير هي في صدر النيلس في الصدر مره حد ابوي شرقها حد شرق وحد غرب يا غير هي مره في المقدمه تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الحين عند المدخل الطياره صح احنا الحين في طائره 787 نعم. من الطراز الجديد اي نعم. بناخذكم الحين جوله ل هاي الطياره مشغوله قياده مشغوله شو اذا تبغى خليني نراويك الكابن انزين يلا شعلي احمد مساعد الاستاذ مرحبا استاذ احمد كيف حالك اهلا وسهلا تبغى نراوينا الكابين اسمعك ابدا على 787-9 نعم اوكي الكونفيجريشن بتاع الطياره ديت بزنس كلاس وايكونومي 28 سيتس ان بزنس كلاس و271 ان ايكونومي ما شاء كبير يعني كبيره جدا كبيره وعندنا كمان 787-10 فيها فيرست كلاس بزنس كلاس وايكونومي كلاس كمان لكن نحن حاليا في اي وحده منهن داش 9 اللي هو بزنس كلاس وايكونومي بس نعم اوكي عندنا سيت بزنس كلاس 80 انش فلات الفلات سيد فلات سيد الطول 80 انش 80 انش يعني يعني حوالي 150 سنتيمتر هي شويونه تتقرفص شيء طبيعي تمام وعرضه 28 انش ما شاء الله وعندها الفلات سكرين تاتش سكرين 18 انش نعم نعم ده ديسبلاي بتاع الاكل والمنيو We have the headsets here. و Aqua Di Parma. The amenity kits. Closets. Stowage. Yeah. And the stowage command under the ottoman. لو حابب تحط شنطتك أو your shoes. دوت ال الكيتشن. هذا الاكونومي اكونومي كلاس نعم بالضبط 271 سيت زي ما انت شايف الكونفيجريشن 3 3 3 نعم 3 3 ففي مساحه كبيره شو عاده يكون 3 ب 4 ب 3 صحيح فالطياره هاي نوعها من الطيران كبروا الكراسي وخلوا
شيء مكان على اساس الراكب ياخذ شوي راحته، فقلصوا الكراسي بدل ما كنت في النص اربعه استوى ثلاثه. ناهيك عن الطيران اللي من غير بدون ذكر اسامي شيء منهم، خمسه في النصيفه يعني خنخوش. وكان الحمد لله الحين هذا وايد اخير بلف 600 مره. السلام عليكم. ال 787 فيها فانكشن مميزه جدا، الويندوز اوكي، وانت نعم. قاعد بالايكونومي كلاس او بالبزنس كلاس تقدر تتحكم فيها اوكي بديمابل ويندوز بيسموها، بي لو حابب تنام بتنزل ويندوز في خمس مستويات شوف بيسكر اوتوماتيك. والله زين حق البيوت بعد حق البيوت صحيح في المنازل. لا ما فيش المنازل بس الستيفن. شوف الفرق، شوف الفرق، شوف الفرق سبحان الله. خمس مستويات تتحكم بالاضاءه بتاعت الويندو، خمس مستويات. حابب تشوف برا بتتحكم بالاضاءه بتخليها كلير، حابب تنزل شويه، حابب تنام بتخليها دارك. سبحان الله كان وايد فكره جميله انه وسعوا في الكراسي للطيران للركاب يعني الفكرة. We have the nanny kit. نعم هنا عندنا مضيفة متخصصة ناني اوكي بترعى الأطفال on every flight. She takes care of the children. We have colors. She makes the face painting. Colors, bags for the children. So we're the only airline we have nanny on board. زين لكن هذا بس على الطيارة هذه. لا على كل الطيارات عندنا ناني، على كل الطيارات عندنا كل طيران الاتحاد. الاتحاد مخصصة ناني بتلبس ايبرون لونه اورنج. نعم على كل رحلة. هاي بس اختصاصها اختصاصها بس بالاتحاد ان هي تو تيك كير اوف ذا تشيلدرن. We're the only airline we have nanny on board. ما شاء الله ما شاء الله، طيران الاتحاد في كل شيء مميزين. الحمد لله. كم how many seats؟ 271 271 بالاكونومي والبزنس 28 سيت. وين تطير لاي جهه؟ بنروح استراليا، بنروح امريكا، بنروح ايجيا، بانكوك. ما شاء الله ما شاء الله. عندنا اوردر كبير كمان ل 787. ما شاء الله. لازم الفليت بتاعنا بيكون 787-9. ما شاء الله ما شاء الله. بلاد 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 بالطياره. بلاد بلاد ما شاء الله تبارك الرحمن. الطرف الاول هذا الطرف الثاني. الحين نحن في اخر جزئيه في الطياره. عندنا الحمامات بالبوست الطياره ايكونومي تواليتس. في متسع وايد كبير، في متسع بين الكراسي ايكونومي سبيس يعني في جهات وايد كبيره في الاكزيت. في الاكزيت وايد مكان كبير صحيح. اكيد يعني السيتس هذه يكون شوي اغلى عن شوي شيء بسيط صحيح. يعني شيء بهانس لا يذكر. كمان سيستم الاتحاد يعني لو حابب تو ريزيرف ذا سيت نيكست تو يو تو بي امتي يعني السيت اللي جنبك بيكون فاضي تقدر تحجز السيت اللي جنبك فاضي. لكن راح يكون مقابل يعني في مقابل بس السعر بيكون مخفض شوي لو رحله بتكون فاضيه مش مليانه. نعم أوكي. فلا حابب تحجز كرسيين جنبك فاضيين بيعطوهم لك بسعر مخفض شوي. زين 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 افكار جميله. مانجر نايس تو ميت يو. بس ترجم لنا عاد انت شو الكلام. He's asking about your job specification. Okay, so basically I'm in charge of the hospitality in business class. And so I will look after the service if every service is respected and and basically look after the guests. هو اختصاصه انه هو بيعتني بالجست بالبزنس كلاس. نعم. وكمان بيساعدهم على اختيار الاكل لانه هو متخصص بالاكل والمشروبات، فيساعدهم على اختيار اي طبق باي مشروب بيمشي وياه. وطبعا بياخذ باله من كل الجست بالبزنس كلاس. زين. واحنا ذا اونلي اير لاين كمان عندنا فود اند بفرج اون بورد. زين. شكرا جزيلا. ثانك يو فيري ماتش. استاذ احمد شكرا جزيلا. الله يخليك. كابتن احمد صح؟ انا كابتن مانجر. كابتن مانجر. شكرا سهلا. اخوي احمد الله يخليك شرفتنا. على كل اللي سويته على التور اللي اخذتني في الطياره هذا. تسلم. مشكور شكرا جزيلا. زين انا الحين وياي منو؟ رشا وهدى خوات ما شاء الله عليهم. هن جايبات ابوي هالطياره اللي ما شيء كبرها من ابو ظبي لين مطار الثمامه. تبارك الرحمن الله يخليك. تسلم. مرحبا بك. ما تقصر الله يحييك. شو الصعوبات شو الامر شو الطريق هالطويل من هناك لين هذي؟
والله الحمد لله كانت الرحلة أوكي، كانت غير مجدولة عندنا فحطوها لنا في الجدول، ما كنا ندري شو السالفة فجأة. أي فجأة، وعقب عرفنا أننا جايين للإيرشو الانترناشنال سعودي أريبي إيرشو، استانسنا وايد بما أن بنات ويابين الطيارة. لو بديك خوات يعني خوات طالع منك أول صدفة نحن نطير ويا بعض، ما أبي يعني ما شطرتن قبل مع بعض، فسبحان الله يعني توفقنا في هالرحلة كان جميلة. اللهم نمثل فيها طيران الاتحاد، نمثل فيها السيدات الإماراتيات اللي دش مجال الطيران واللي دعمتهم الدولة ودعمتهم أمنا الشيخة، اللي دعمتنا في الشيخة فاطمة أم محمد أم الشيوخ، دعم دور المرأة الإماراتية في كل المجالات، والحين ما شاء الله تواجدنا هذا إثبات لهذا التعب اللي هي تعبتها، وهذا نتيجة جهود دولة كاملة آمنت بالسيدة الإماراتية ودورها دورها في مجالات مختلفة. الحمد لله والشكر. طبعا جدولتها الرحلة نحن نكون موجودين هنا في معرض الرياض الدولي للطيران، وصلنا البارحة، وصلنا البارحة الظهر، وصلنا البارحة العصر. ما شاء الله. عندنا المطار كان جديد علينا، فواجهنا شوية صعوبات إن المطار موجود في منطقة جبلية. إيه نعم. فاضطرينا إن إحنا ندرس ونحضر لهذه المنطقة قبل نجيب الطيارة، على أساس نكون ماخذين كل الاحتياطات اللازمة إن نوصل الطيارة بأمان. ما شاء الله. في صعوبات كثيرة، منها كانت الأجواء شوي صعبة، رياح كثيرة. رياح كثيرة ومنطقة جبلية، فكان فيها شوي صعوبات، وما شاء الله طيارة كبيرة، لكن المدرج كان مهيئ ما شاء الله تبارك الرحمن، كان مهيئ لاستقبال حتى طائرات 380. وهذا شيء جميل ان احنا نشوف ان دولة سعودية مهيئة انها تستضيف معارض طيران كبيرة وضخمة دولية. صحيح. وأول مرة له. إيه والله. يعني ويكون بهالإنجاز وبهالترتيب، ترتيب جميل. إيه لحد الآن استانسنا بداية اليوم طبعا، واللي قادم إن شاء الله أكثر إن شاء الله. شو بتقولي لي؟ ولا هي قالت كل شيء؟ هي قالت كل شيء ما قصرت. ما شاء الله. الله يحفظك. يعني أنا وايد منبهر في هاللي أشوفه. الله يخليك. يعني الله يبارك فيك. نورتونا ما تقصر. تسلم. الحين أنت تطيرين إيرباص ولا بوينغ؟ أنا على البوينغ 787 والـ37. ما شاء الله. وأنتي؟ على الإيرباص 330 والـ320. 330 و320. ما شاء الله. انت يا هالكبيرو ذراعين تطيرين هالطياره العوده. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليكم. يعني الله يحفظكم ان شاء الله. ما شاء الله عليكم. والله ما تتصورين لاي درجه انا مبسوط اني اشوفك. واللي 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 خليني منبهر اكثر انكم خوات من ام وابو. يعني معقوله كيف يعني شي يستوي؟ انت خوات طيارات؟ انا ابدا انت لي قبل صح؟ ما شاء الله عليك. وعقب انا لحقته. الله يحفظك. بنات سعيد، رشا وهدى، ما شاء الله عليهم. طيارات مميزات، طائرات بالطياره هاي من شو اسمها طياراتنا هذه؟ هذه البوينغ 787 دريم لاين. هذه اللي تشوفونها. هذه هاي احدث طياره من نوع 787. هن طائرات بها من بوظبي لين الرياض البارح واصلات. ما شاء الله عليك. الجديد بالذكر انك خوات، خوات يعني بنتين الطيارات. انت تطيرين نوع معين وهي تطير نوع. شو النوع اللي تطيرين انت؟ انا اطير طياره الايرباص 330 و320. ما شاء الله. انا حاليا على طائرات البوينغ 777 و 778 الدريم لاين. ويا سعد حظي انا وياهن اني انا مصور في هالمكان. شكرا بناتنا الطيبات الفنانات الخيرات. شكرا مايا على اتاحه الفرصه لي اني اجلس وياكن واتعرف على هالمهارات الخارقه. يعلى الله يحفظكم. مع السلامه. شكرا جزيلا. الله يجمع ما بيننا ان شاء الله. في خطا بسيط عن مقاس الكرسي، كان هو حاسبنا بالانش وحسابه بالسنتيمتر غير. تعطينا المعلومه لو سمحت. بالانش 80 انش. نعم. تمام. فلات. نعم. بالسنتيمتر مترين وخمسة سنتيمتر. مترين وخمسة. يعني مترين وخمسة، يعني اطول انسان في الدنيا عملاق يدور. صحيح. مساعي يوم قال 170 قلت لكم شوي يتقرفص.
صحيح. تتذكرون؟ ايه. يعني طلع العكس، طلع مترين وخمسة، مترين وخمسة سنتيمتر. يعني ما شل عمالقة ها؟ صحيح. شكرا جزيلا، شكرا على إضافة المعلومة، بارك الله فيك. شكرا. يحق للدولة الافتخار والتباهي هالفتيات تبارك الرحمن. نعم، ويحق لهن يتباهن بهالدولة. هالروح يحق لهن يتباهن بهالدولة اللي نمت قدراتهم وخلتهم وصلا إلى مرحلة يقود اللي تشوفونه، الطائر الميمون. طائر الميمون تبارك الرحمن، يعني الله يحفظها. السلام. أهلا، شو أخبارك؟ بخير. أنت منو؟ أنت الحين دوم تشوفني وما تعرفني؟ أنسى. ما علي خلاص. لا حرام عليك، لا بليز. أمينة. أمينة والله مليون مرحبا بأمينة. أنت أي طيران؟ طيران الاتحاد. ما شاء الله عليك. أقول لك هاك الرجال منو؟ وينو؟ هذا أحمد القبيسي. أحمد القبيسي، شو أحمد بن منو؟ تعال تبغى تسلم عليه؟ ما بيضحك. شو رأيك الحين؟ المهم شو؟ طبعا تعرف اخ خالد اول مره هني في الرياض عندهم السعوديه ايرشو. نعم. فشو رايك في الاستعدادات؟ ما شاء الله عليهم، ما قصروا بدون مجامله، ما قصروا بكل ما تعني الكلمه من ما قصروا. استضافه، ترتيب، نظام، مجهزين كل ما تحتاج الشركات من خدمات، من اكبر شيء الى اصغر شيء. انت ايش تشوفين؟ والله صراحه يعطيهم العافيه ونحن مستانسين. خاصه لان ما كنت استوعب عندهم معرض دولي الطيران. هذا الشيء الغريب انه تحسين كانهم مسوين 100 معرض قبل يوم. صحيح. ويانا الحين بتشوف بعد مديرنا التنفيذي توني دوغلاس تو وياي، وهذا طويل. هي. هذا هو مدير الطيران الكبرى. نعم. ماشي. ايش اسمه؟ توني دوغلاس. توني دوغلاس. ما شاء الله عليه، ما طايق صد. هو جدايل ما طايق صد. الحين بنخليه صد ولا يهمه. الهدية هي حقك انت؟ بس بعطيه حق امي. تستاهل. شو رايك؟ بعد شيء غير اغلى عن اللم؟ تستاهل اللم، تستاهل. تختلف الطيارة اذا يكون فيها فل او 100 راكب او 200 راكب في السواقة؟ تختلف. طبعا وزنها يفرق، اول شيء سرعتها يفرق تفرق. بعد الارتفاع اللي نطير عليه يفرق، اذا محملة الطيارة حمولة ثقيلة فارتفاع يكون اقل. إذا خفيفة ترى. لا، أنت نفسياً تحسين بارتباك وقت تكون طيارة فل ولا عادي؟ لا خلاص صار الموضوع عادي، لأن أنا الحين أتكلم عن خبرة فوق 15 سنة الطيران. كم عمرك؟ ما شاء الله. إحنا بدينا وإحنا صغار، فخبرة يعني موجودة 14 أو 15 سنة. ما شاء الله. خلاص الرهبة اللي كانت موجودة. الحين تبهنتين، كنت أنت منو هاي منو؟ هذيك أختي رشا المسلمي وأنا هدى المسلمي. زين، انت كخوات منو كل معرسه؟ معرسه. الله، انت بعد الله يرزقك ان شاء الله طيار عادل، ما تبين واحد عادي. هذا سي او للاتحاد. بغيت اقول منو؟ سي او اتحاد افيشن جروب توني دوغلاس. هذا المدير العام يعني؟ ايوه مدير مجموعه اتحاد الطيران كامله. ما حد اكبر عني يعني؟ لا والله كبير الله. سبحان الله، هاي الكمبني العود يعني. ايوه. شوف انت ابو هذا منو؟ هذا ياسر اليوسف. ممكن تعرف عن نفسك؟ ياسر اليوسف. ابو هذا منو؟ هذا محمد زعاوي. والله والنعم. ابو جاسم كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك. يلا مليون مرحبا. زين، هذا منو؟ خبرني انت. هذا منو؟ هذا عامر الملا. زين، على اليسار منو؟ هذا منو؟ هذا صديق ياسر، صديق الطفول البلوكي. هذا اليوم مليا اهل فولادي والعم البلوكي كل واحد تبارك الرحمن. ما شاء الله. اقول لك شو حبي تسوي؟ توقيع شوف؟ ما علي شو بستوي؟ توقيع شوف؟ لا مو باليوم، باكر التوقيع. توقيع مع سكاي برايم. شو يعني؟ يعني وقعنا معاهم عقد صيانه، نسوي صيانه لطياراتهم. سكاي برايم هي شركه في اي بي لطيران خاص. نعم. فتعاقدنا معاهم نسوي معاهم صيانه. الصيانه بتكون في ابو ظبي. هي في ابو ظبي ان شاء الله. موجودين هم حاليا عندنا في ابو ظبي، احنا وير اندر جوينج ذا مينتنس. ما شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. Nice to meet you. Pleasure is mine. هذا مدير شو؟ المبيعات. You are the selling. Yes, indeed. The commercial aspect you, of... You are the guy who bring money. Yes. MashaAllah. Yeah, we mashallah. Like the man who bring money. Exactly. And by the way, to Abu Dhabi from all over the world. Okay, not just the region, from all over the world. MashaAllah, MashaAllah. Important. Okay. فيديو بعد ايش حالك الله يسلمك الحمد لله والله بخير نورت السعوديه والله مليون مرحبا مليون شو رايك في الترتيب الفنان والله ما شاء الله المعرض والله جميل جدا ما شاء الله جميل جدا فوق عن الجدة صح يعني الله يحفظك ويبارك منو اللي يتابعني في بيتكم انت ولا الشيب ولا العيوز كلنا كل الجميع رد السلام عليهم كلهم ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك لعيبة نادي النصر السعودي اللي يدعمهم طيران الاتحاد داعم الرسمي للعيبة نادي النصر السعودي طيران الاتحاد ما شاء الله حضور كبير 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 يفوق الخيال ما شاء الله ما شاء الله حضور جمهور كبير الله يحفظهم ما شاء الله تبارك الرحمن مكان مرتب معدل ومزين وحضور جماهيري في منتهى الروعة من جميع الأطياف جميع أنحاء المملكة اليوم أقول لكم قوم انطحي كان في تنطاح لا تشتكي قوم دم مربوطة أيوة كرم ابوي الضيافه بس الاستقبال والترتيب الهم ثوبهم وملبوس من استوت الدنيا لين اليوم اهل السعوديه بارك الله فيهم ثوبهم وملبوس الكرم والضيافه والمعنه والطيب والحشيمه والكرامه الهم شيء طبيعي حضور اعلامي كبير 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 من جميع القنوات والسعودية أبوي مشاركة في أكثر من شركة من هالناس من هالخطوط السعودية ومن بعد هناك شركة نسيت شو يسمونها لها اسم بعد غير ما في وايد 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 شركات ما شاء الله السعودية إلا ما كانهم عادية لغير مكان اللي أبوي مخصص حق طيران الاتحاد هالشاليت اللي تشوفونه هذا مكان ياخذ العقل بلاد بلاد من كبرى من داخلها شوفوا الأشكال والأرناق اللي داخل ما شاء الله تبارك الرحمن هي صورت شو يعني ما صورت قال يلا ما بمسح والله ما مسحته هربلان يبني أمسحه أرويكم مكان اللي جنن ثلاث ساعات ويا ست اكتب ما شو شو هالكثر تكتبين من هالساعة ما شاء الله عليك هذا الشاليت ابوي مال طيران الاتحاد هذاك سايره واني بصور هناك بطالع شو يسوون هناك شيء مال رحل مال كشتات هذاك لكن ما اعرف شو ماله شو له مسمى ما ادري شو هب مغامر شيء غير ها انت من والله يحافظك من الحمود الصحفية في جيدة الاتحاد قول حق الناس احنا نتعب لا ياكلون على الجرايد ايوه والله تبي اقول لهم من مساعة متياسة كتبين وهذا كله بعد مصيره واخر شيء ياكلون على الجرايد لا حول لا قوة الا بالله لكن لو خلية خربت اكيد ان في ناس وايد رقم كبير من البشر اللي يقرون يعني طبعا الله يحفظك السلام عليكم كيف حالك؟ شو هالزين كله لابسينه شو هذا حينه؟ هذه آلة الرحلات آلة العطلات أقول هذه آلة العطلات من الاتحاد هوليديز نعم. توفر عليك الوقت وتوفر عليك البحث في المواقع عن الأفضل بالنسبة للفنادق وعن الأفضل بالنسبة للأسعار نوفر عليك الوقت والمجهود ونقدم لك باقة مميزة تليق بمقامك أكيد تحب تجرب معنا الآلة؟ اي نعم ليش؟ التجربة تفضل تقدر تستخدمها انت سوي شيء على سبيل المثال طيب راح نسوي اكتيفيت ايش اللي انت تحب انك تخوض ايش التجربة اللي انت حاب انك تخوضها شوبينج لايك خلينا نقول سيتي يلا جود
تحتاج هنا طبعا المعلومات اسم والايميل or you would like to skip skip please طيب مو تحب انك تروح لها الان من ضمن المدن اللي معروفة ابو ظبي او باريس لا ابو ظبي خلنا ابو ظبي اكيد اي نعم اكيد ايه ممتاز زين. انا اروح ابو ظبي نعم طبعا البرنامج عندنا المشين هولدي مشين راح نعم. تقدم لك سعر ارخص ب 88% نعم. من بقيه الاسعار بالنسبه للمنافسين في السوق هذا يعني انه سعرنا ارخص وليس هذا ديسكاونت احنا سعرنا اساسا ارخص ب 88% على وجهتك الى دبي الى ابو ظبي اسف من الاسعار الباقيه في السوق نعم. ننتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي spin and win راح تربح معانا طبعا الزوار عندنا يربحون معانا جوائز خصومات على الـ على الـ الباكجز اللي هم راح يحجزونها ان شاء الله مع الاتحاد للعطلات حاب تجرب حظك وتسوي ستوب هي يلا واحد اثنين ما شاء الله حصلت معنا 10% ديسكاونت على العطلات لكن لازم تحجز قبل 1 ابريل راح اعطي لك انا الكوبون اللي فيه الكود على اساس انك تحجز عن طريق الموقع تدخل الكود هذا يعطيك 10% ديسكاونت ان شاء الله واللي قبل هاي 500 شو هاي لكن هذه راح تكون برضو لو جاء حظك عليها راح تكون 500 ريال خصم من قيمه الحجز اللي انت حجزته معنا 500 ريال شويه 500 ما يعطينا معنا والله ودنا نخليها دبغه ودنا يعني تقول لي 25% من قيمه اكيد في 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 غير ال 5% وال 10% في في لايك باكج فري باكج مال ابو ظبي في 500 ريال ديسكاونت في 100 ريال ديسكاونت 250 ريال ديسكاونت نقدم لكم العديد من الهدايا ان شاء الله شكرا بارك الله فيك يا هلا ومرحبا استاذ ان شاء الله مالك الله يحلي ايامك حتى الماي بسياحه الله يحفظك محمود يوسف والله والنعم والنعم بك يا ابو يوسف والنعم حالك يا غالي يا هلا والله انا استن ان شاء الله شو بلاكن ماشي مستانسين شكرا بالعرض ابتدى العرض ونحن داخل تهدوها الاواكس ما شاء الله تبارك الرحمن العرب ابوي يصور اللي عند الهليكوبتر اللي ما ادري شو شيء مميز وشيء جميل فلذلك تلقط العرب يا تصور هذا ابوي تفيج جاي يصورني انا يا ريال والله مرحبا شايخي امبراطوري كل شيء كل شيء ابوي عندهم حضور من جميع الفئات حتى الامبراطوريين مال اثيوبيا من شرق ومن غرب كل حاضر كل حاضر كل حاضر كلهم ابوي ما حتى في الدنيا العوده حضور رقم واحد يعني ما شاء الله ما شاء الله حبل لما على الطيران هذا مهرجان الطيران مهرجان الطيران ما شاء الله تبارك الرحمن حتى في الدنيا ما ياهم
أخ محمد، شو مدى مشاركة طيران الاتحاد في هالمهرجان وهالمعرض الدولي الكبير؟ السلام عليكم. طبعا حجم المعرض حجم كبير، أول مرة في السعودية احنا يبنى طيارة البوينغ 787، عندنا البرودكت باص اللي هو الباص اللي في كل خدمات طيران الاتحاد نوديها لكل المعارض، عندنا الشالي اللي نروج فيه إمارة أبوظبي، دورة الإمارات لخدمات طيران الاتحاد، وطبعا في أكثر من 50 أو 60 موظف عندنا من أبوظبي متواجدين في المعرض، ومع أخواننا السعوديين عندنا كود شير اللي هو شراكة استراتيجية مع الطيران السعودي. اليوم عندنا أكثر من 150 نحول أكثر من 150 راكب بين طيران الاتحاد والطيران السعودي، وهالشراكة إن شاء الله بتكبر. الحمد لله يعني مشاركتنا مشاركة كبيرة، وإن شاء الله السنوات الجاية بعد مشاركات أكثر. شكرا أخي محمد. ديدير، السلام عليكم. عليكم السلام. How are you my brother? I'm okay. ديدير الله يسلمكم، مركز الرئيسي لشركته في أبو ظبي، أول معرض طيران أنشئ في عندنا هو تحت إشرافه، هو كان في مطار البطين، ومن ثم هو قام استدعته السعودية وهو اللي رتب هالمعرض الطويل العريض. We are very happy to see you here in رياض الخير. Nice. I'm to happy to welcome you as well. الحمد لله. It's very good news. You do a lot of like these things. Yes, it's a lot of work and 1 year preparation. And because of the relationship of Abu Dhabi and Saudi, we can use the our experience after 7 years in Abu Dhabi to develop this event for the first time in the Kingdom of Saudi Arabia. MashaAllah, MashaAllah. Abu Dhabi, the beginning. Start from Abu Dhabi. Anything start in Abu Dhabi, you will successful. Yes, you will be very fine. Yes. Anything start from Abu Dhabi. Agree. Abu Dhabi give you luck. Alhamdulillah. Thank you very much. تنظيم خارق، مش أي معرض. يوم يقول لك معرض دولي يعني معرض دولي ترتيبه فنان، ترتيب تنسيق استقبال وفود ظهرة والدخلة والبحر والسير واللي كل منسق مرتب، ما شيء هوي كله فوق عن الزين زين بعد زين عادي. طيران الاتحاد عندهم كلية خاصة فيهم لتعليم الطيارين طريقة وكيفية قيادة الطيارة كي يصبح كابتن مثل البنات اللي رويتكم إياهن، في طريقة لتعليم قيادة الطائرة الأول بالطريقة اللي قبل ما يطيح النوع هذا من الطيائر، الأول شيء نوع ثاني طيائر صغار تحراهن مهات بنكة حراهن العوب حرام، وين تو هناك كان مكثرها تو صفات هناك 30 وحدة، الحين لا، نحن طيران الاتحاد في الكلية مالته أكاديمية تعليم قيادة الطيران يستعملون هاي المكينة مالته، المكاين اللي عندهم نفاذة، هاي المكاين اللي تشوفونهن هاي طيارة جت، فالطيارة هاي الجت ما يتعلمون الأول من الأول هاي يأخذون هاي يسافرون فيها، الحين لا، يعلمون طيايرنا الاتحاد شباب وبناتنا شاباتنا وشبابنا يتعلمون الطيران في هذه الطيارة اللي تشوفونها. السمي سلام عليك. السلام. خالد لينيبي، كيف حالك؟ كيف انت؟ الحين انت تدربتوا على هاي الطيارة؟ اي نعم. شو تشوف الموضوع؟ الحمد لله الصراحة البرنامج وايد زين، قدمنا يعني عطانا فكرة أكثر عن كيف يكون الطيران في طيران الاتحاد نفسه، علمنا عن البروسيجرز، وطبعا مثل ما تشوف الانجنز هو نفسه اللي بيكون في الطيارة، نعم، بس الفرق الحجم، وتقدر تدخل داخل وتشوف الطيارة، وطبعا هذين الشباب الانستركتورية اللي كانوا ويانا، نعم، والحمد لله يعني الشركة ما قصرت ويانا. هاي كابتن، هذا ما طيار ومساعد طيار، وهذا عم تشوفونه نفرين ثلاثة.
مثل ما تشوف يا أبو محمد الطيارة هاي فيها نفس الأجهزة اللي موجودة في الطيارات الكبيرة نفس الإيرباص والبوينغ من ناحية التكنولوجيا. حتى الأجهزة اللي موجودة غلاس كوكبيت نسميها، يعني هي أحدث التقنيات اللي موجودة في السوق وفي مجال الطيران على أساس أن الطيارين عندنا يوصلون لأعلى مستوى من الكفاءة قبل ما يدخلون مجال العمليات في طيران الاتحاد. شكرا جزيلا. يستاهلون شبابنا طلبتنا الدارسين والباحثين عن العلم بجميع المجالات، يستاهلون هالنوع الجميل المميز من الطائرات اللي يتدربون عليهم. هذه ترك اللي تشوفونها شاحنة، طولها طول وعرضها عرض، بلاد من كبرها. هذه الشاحنة عبارة عن شو؟ هاي الشاحنة عبارة عن مجسم طائرة داخل، مجسم طائرة داخل هذه الشاحنة. يعني عندهم الفئات اللي داخل، الفئات اللي داخل مثلا عندك البزنس، عندهم الأكونومي. شو داخل الكراسي؟ تتواجد الريزيدنس، نعم، واللي هي الفيرست كلاس، نعم، والبزنس والإيكونومي. زين زين، احنا نقدر ندخل نشوفها صح؟ تفضل. يلا. الرحمن الرحيم. هني الريزيدنس يبدأ. اي نعم، هذا الريزيدنت اللي سجلت لكم اياه انا، اذا بتدخلون على الانستغرام بتلقطون سجلت لكم انا هذا تسجيل كامل. ريزيدنت، هذا الريزيدنت يحق للي ياخذه يحصل طباخ مرتكز معالي راسه. والشخصين هذا ابوي ريال ويا حرم تتهم مالكين ومعرسين. هاي ابوي الصالة، وهذه ابوي غرفة النوم. غرفة النوم شبرية منفرين، شبرية منفرين، شبرية من هذا، وها حق ابوي ريوق المعرسان على شبريتهم، وهذا بفودهم على ما تشوفون، وهذا حمام العرسان. متواجدة فقط على 380. بس على 380. بعض من الوجهات اللي هي باريس، نيويورك، لندن. نعم، ما بكل الوجهات، بس باريس، نيويورك، لندن. يشوفونه يسمونه ريزيدنت، يعني عبارة عن شقة، شقة غرفة وصالة، غرفة وصالة، ولك خصوصية كاملة، لا حد يوايج عليك ولا حد أبوي قريبك، تقضي وتمضي. ما حد دراك احب يصورك من فوق هالنموني وايد عليه شيء اخر. هذا بعد ما باليد حيله، ترى والصدقيه ما فيها المنظره هذه، في شيء استاره الدور. ايه كله بالستر. ال 380 هاي النيو بزنس كلاس. هذا شوف ايش قال غده، هذا كله من مستوحى من مال اللوفر اللي فيه اللي في ابو ظبي، متحف اللوفر. هذه النقشات وهل اللي تشوفونه مجسمات كله ما أخذ منه مستوحى. وهاي الأكونومي كلاس، شوف مكبرة فتشه بين الأولي والثاني، وشكله ضخم، يعني عبارة شارات يوم تصير طيارين اللي من غير كبر الكرسي مال البزنس. زين شو التحرر. قلت لكم هاي الريزيدنت وغرفة والصالة للعرسان لعدة وجهات، ما بوايد الوجهات، منهن لندن وباريس ونيويورك. ال 380 هاك القسم، وهذا الله يحفظكم للفيرست كلاس، عبارة حجرة، بعد حجرة تسكر على عمرك وتجلس. حجرة كاملة. زين، وهذه الله يحفظكم غرفة نوم. هب الريزيدنت هاي اللي تعيدونها هناك، لا هاي غرفة نوم كاملة. بعد يوجد بوي على طيران الاتحاد الله يحفظها. نعم، هذا كله لكم انتم، كلنا خدامك. البرمة ريال منا والحرمة، طب وتخيروا بدرهمك بمنقوشي. كل زين، كل ابوي زين، وكل بدرهمك المنقوشي معلوم، وايد الخدمات بدرهمك المنقوشي، لكن ما تحصل ربع الخدمات اللي تحصلها على طيران الاتحاد ما شاء الله. كل زين وكل فنان وكل مرتب
وكل غاوي ويعلى الله يهنيهم يطرح البركة. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. أنت على أي طيارة تطيرين؟ على الاتحاد إيرويز. الاتحاد للطيران. أي حجم منهن؟ ولا ساعات على الإيرباص؟ والله. كلهم. إيماجين أي فلايت 380. 787. 777. 320 كمان. الحين يدربون على جميع الطيارات. جميع الطيارات. والله. يعني ما بكل وحدة ممكن في جوها روحها. جميع التخصصات. ايوه فالكورس اللي تاخذونه لجميع التخصصات. هاي بارك الله فيك. شكرا. اهلا وسهلا. الله يحفظك. مرحبا. تيني شو اسمك انت؟ حنان. حنان من وين؟ من المغرب. من وين؟ زادت ابوي بكبرك حنان. بكبرك تقطرين حنان دامش من هذه البلاد. ربي يخليك. بارك الله فيك. حفظكم ان شاء الله. امين يا رب. ولا يخلينا لا منكم وانتم جماعتنا ودم ولحم وانساب واهل. اصبحت المغرب والامارات جزء لا يتجزأ. فعلا. يعني دم في عروق وحده. والحمد لله. الحمد لله. الحمد رب لله. العالمين. مشكور على الفيديو. مشكور شكرا على. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أقسام الطيارات والكبار والصغار والجت والطيائر الكبار 380 والاستراي ستار كلهن خلصنا الطرف هذا. الحين بندخل بكم القسم هذا. قسم خدمات طويل عريض. ما ينقص أوله من آخره. نشوف لكم شو اللي مميز ونصوره إن شاء الله. المبنى الكبير هذا داخل هذا اللي تشوفونه. بوثات. كل بوث يتكلم عن شيء. عن أقسام مدينة الملك عبد العزيز وهناك سكويا وما أدري شو عندك وايد أشياء. يعني بغيت أن أبيكم إن شو اللي موجود تحت هاي. الغبة الكبيرة عدة معارض شيء تابع حق الإمارات. أسير جداب وأصوره إن شاء الله. السعودية تبارك الرحمن مشهورة بالمعارض، مشهورة من عشرات السنين في المعارض وتنظيم المعارض. فهم المعارض يعني تابع للمعرض الكبير اللي هو أول مرة يعرض عندهم اللي هو معرض الطيران. فلذلك ما شاء الله في إبداع، في إبداع شيء كبير كبير على مستوى رائع راقي. شيء طيار لكن هالنمون ها ما تشوفنا هالنمون. ياو لخمة، شرات اللخمة وهي ما بلخمة. أنا أبو كل ما هو يتعلق بالجو السلاح الطيائر كل موجود. شو بقولكم لو برمس من اليوم لين 100 سنة مستحيل اني اقدر اوصف لكم الشيء اللي انا اشوفه. ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. ما شيء ابوي هالمعرض فيه شيء بسيط. كل تول اللي ابوي يبي يشتري هليكوبتر، اللي يبي يشتري طيارة، اللي يبي يتعاقد مع الطريق مع يصنعون للطيارة طلبية. ما شيء ابوي شيء هين. اي يوم يقول لك ما تنقز الا السمين، هذا هو اللي ما تنقز الا السمين. يوم يقول لك ما تنقز الا السمين. ايه قوم انطحي كان فيه كان طاح. لا تشتكين دو مربوطه. ايوه بعد حينه دخلت من الباب الطرفاني هذاك وظهرت من هذا. يظهرك ابوي على اهل تشوفونه. يظهركم ابوي على اهل تشوفونه الحين. كل الحربي 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 الحربي. يا الله يا رب يعلهم في زود، يعلت في زود، يعلت في زود، يعلت في زود. يا الشقيقة الكبرى لدولتنا الحبيبة، يعلت في زود يا الشقيقة الكبرى. نعم نعم نعم. عمار 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 يا المملكة. عمار عمار يا المملكة. الهليكوبترات شي شرات ابو يعل، شي شرات الخنفسانه، شي شرات العقرب، شي شرات ابو بشير، شي شرات الطرفشانه. شو بقولكم؟ شوف الله عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف
القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية والقوات طائرات البلاك هوك هاي لها. سمعتوا بها البلاك هوك؟ هذا انترها لو تسمعوا بها نحن رأيناك إياها. هاي بلاك هوك، شوف انت شوف الله عليكم غير أشكال وأنواع. تدرون شو ياسا دورة نحين؟ دور مال الإمارات مال قوم محمد بن إبراهيم مزروعي بالقطري ومدير هناك. ياسا دور قايل اللي هو مشاركني في المعرض صدقي ولا كذيب؟ والله صدقي والله والله العمل يتحرى العوق مال هاي مالي هاي ترى صدقية. يا ربي ما أكثرها منشوحين في السماء. هذا واحد بعد محمد بن إبراهيم مشاركين في المعرض. كم هذا اللي قعدتم وين؟ تبع الإمارات مال طيائي الإمارات هاي الجت. ما أدري بويل بوث مالهم ما أدري. عيست مساء لين الحين وأنا أمشي وصلت أبوي لين آخر شيء ما لقيتهم. ما أدري حل أنا يا مكان غير. قالوا الطرف هذا ما لقيتها كله حربي حربي شيء من اثنتين لو ثلاث هناك مال طيران هاي اللي يسمونها الجت خاصات. هم شاركين في الطيارات الخاصات مال جت مال أبوظبي. ما أدري بهم وين. عيست وأنا أدور لين هذا من ما لقيتها. شوف الله عليكم ترى ابوي الشاليه الخاص في دولة الامارات هني محطوط الامارات العربية المتحدة. هذا مكانه هذا القسم ابوي الخاص من دولة الامارات. السلام عليكم. ما شاء الله شوفوا تبارك الرحمن. منصور ولد عبد الله عز الرحيم والله مليون والنعم. خاله هلال تكبيس والله بالنعم. حالك الله يسلمك. كيف انت؟ شاك منصور كيف حالك؟ خلي ابوي خلي ولدي يلا هديك. شاك محمد خير كيف انت؟ الحمد لله على الوصول. الحمد لله على الوصول يا ريال ساعتين. قول والله والله وانا ادورك. نحن اخذنا 4 ساعات ندورك. شو انت ضايع وين انت وين؟ الله يعينك. ايش حالك؟ شاك الله خير. الحمد لله على السلامة. الحمد لله باركت على هالمكان. الله يبارك الحياه. يعني اللي يميز هالمكان الله يحفظكم انتم انتو 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 طيب انتو ابو ورويال جت يا ماكسيموس. هذا كله انتو؟ نعم كلنا احنا يا شاء الله علي. ما اقول عنكم شيء. نعم. نعم. تبارك الرحمن. طيبين ومطار ابو ظبي الدولي ما شاء الله جديد. ما شاء الله الحين بنصير نصور ابوه. نعم. ابغى نصوره الشباب ما شاء الله. يا ويلك تصورين يا ويلك يا ويلك يا ويلك ما شاء الله عليكم. نعم عاد يراوي الحين تعملوا بيخبرني على المطار. محمد تعال ياي. وجاسم سلام عليك. حالكم شباب؟ كيف حالكم شباب؟ كيف انتم؟ ابوي تعال عليك طلب انت. تعال ابوي اشرح حق تعال ابوي عليك طلب بارك الله فيك. تعال حق ابو محمد المطار الجديد ان شاء الله. كيف حالك؟ الافتتاح ان شاء الله. شو الافتتاح ومتى؟ الافتتاح ان شاء الله قريب. زين اشرح لي بالشرح التفسير الممل. المطار الجديد. نعم اوكي. اكبر مطار في الشرق الاوسط تحت سقف واحد. ما طبعاً يستوعب من 45 إلى 50 مليون مسافر سنوياً. ما شاء الله. وطبعاً يستوعب 65 طيارة في نفس الوقت. إنزين موجودة. وطبعاً شو اسمه؟ مرحبا وسهلا. حالك الله يحفظك. الله يسلمك ويعافيك. بخير عليك يا ابو احمد. الله يسلم. مليون مرحبا. حي الله فناننا المعروف. بعد فناننا؟ هي بعد الحين انت اشهر من نار على علم. الله يحفظك. زين نبى ابوي بالتفسير الممل. هلا. عن المطار. زين طولة عمرك. هذا مطارنا الجديد ان شاء الله اللي بيكون مفخرة ابو ظبي. ان شاء الله. باذن الله تعالى. السنة هذه نحن سنة الاستعداد. نعم. نستعد للعمليات وللافتتاح باذن الله تعالى. نعم. عند افتتاحه بيكون السعة استيعابية من 45 إلى 50 مليون مسافر. ما شاء الله. السنة اللي طافت نحن كمطار أبو ظبي تقريبا 23 مليون مسافر. فهذا بيعطينا يعني في المستقبل. نعم. النمو اللي نسعى له نحن كإمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعم نعم.
أبو أحمد حبيبي الحين المبنى هذا شو الفرق بينه وبين الموقع الحالي المطار الحالي مطار أبو ظبي الدولي الحالي؟ التصميم يا طويل العمر إنزين. التصميم أنت في حد ذاته هذا أيقونة. نعم. يعني تصميم رعينا فيه مبادئ الاستدامة مبادئ البيئة. نعم. وأيضا السعة الاستيعابية اليوم نحن كمبانين الحالية. نعم. يلا يلا تسدنا إلى 25 هذا بيعطينا من 45 إلى 50 مليون حاليا نحن 25 مليون سنويا كسعة استيعابية. نعم. لا لكن الحاصل 23. نعم. وهذا شو الطموح؟ 45 إلى 50 مليون مسافر بإذن الله تعالى. بالإضافة الله. إلى المحلات التجارية والتنويع في البرودكتس اللي بنعرضها على المسافرين. وجهات السفر هل راح تتغير؟ أكيد. أو راح تزيد؟ أكيد طولة عمرك. كيف؟ إنين اليوم نحن يعني مع الاتحاد ومع شركات الطيران الأخرى هذا بيعطينا دافع إن شركات الطيران تجيب ظبي وتزيد. يعني احنا متوقعين ان تزيد عدد الرحلات طبعا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا الله يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا. الحين هالبنيات برايني اي اصوركم ولا ممنوع؟ زين السلام عليكم كيف حالكم؟ انت يا ابو تمره بتدعميني بتليفونك؟ صبري علي خليني اخذ علمك خبرك كيف حالكم؟ انزين يلا شو قسم هذا الحين اكاديميه الطيران الدولية منو بيرمسنا؟ السلام عليكم مرحبا الله يحييك مرحبا. أكاديمية الدولية للطيران هي أكاديمية هورايزن تعلم على طائرات العمودية الهليكوبتر. نعم. طبعا احنا ندرب المدنيين والعسكريين الاثنين. نعم. تأسس سنة 2003 خرجنا أكثر عن 1400 طيار ما شاء الله طرنا تقريبا 110,000 ساعة طيران أنجزنا فيهن. نعم. طبعا الأكاديمية موجودة أكاديمية في وين؟ في مطار العين ما شاء الله موجودة في مطار العين. نعم 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 وماشي سلامتك الأمور طيبة أمور طيبة. نعم. حاليا احنا توسعنا ما شاء الله ويبنى دورات إضافية واشترينا طيارة توين انجن ذات محركين. نعم. نعم. حق الدورات المتقدمية اللي بيلتحق في هالمجال شو مطلوبة منه؟ مطلوب طال عمرك اللغة الإنجليزية وشهادة ثانوية عامة فقط تكفيها. شهادة ثانوية ضروري يكون اختصاصها؟ لا أدبي ولا علمي عادي بس هو نحن نبغى النولج إنه يكون عنده ماث الرياضيات والفيزياء. نعم. وإنجليزي هذا ثلاثة أشياء هي المطلوبة. ومدة الدراسة؟ مدة الدراسة سنة بالضبط مع التدريب؟ إيه نعم. يظهر طيار؟ إيه ويتخرج طيار بليسن وصادر من هيئة الطيران المدني ما شاء الله شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا بنات كيف الحال؟ أنت ما تبغى تظهر في التصوير؟ زين تعالوا ويانا شو مشكلك يا مخيلة؟ سلام عليك كيف حالك؟ شو اسمك؟ نورة بالسلاح ها؟ نورة بالسلاح ما شاء الله عليك وانت ابويا؟ اسحاق البلوشي والله ولي ون ناصر والله ولي ون شو هذا جلوبال شو هذا مجال شو هذا؟ مجال صيانة الطائرات زين شركة جلوبال ايروسبيس شركة إماراتية خاصة 100% تقدم خدمات صيانة الطائرات مع الحكومة هاي لا خاصة يعني خاصة نعم مقرها في أبو ظبي تقدم خدمات للقوات المسلحة خدمة صيانة الطائرات نعم. الخط الأول الخط الثاني وجزء من الخط الثالث وتقدم خدمة الدعم اللوجستي نعم. وخدمة تدريب الطيارين والفنيين وفيها 30% كوادر وطنية بارك الله بنتي نورة شو مجال حين ما يختص بالتوطين هل أجانب عندكم مواطنين عرب من وين؟ نحن عندنا من كل الدول أجانب مواطنين لكن طبعا نحن نركز على التوطين خصوصا في الصيانة مجال الصيانة حق الطيران طبعا نركز حق على التوطين شيء معهد تدريبي عندكم؟ عندنا إنهاوس مثل ما يقولون إنهاوس ترينينج نعم. بس طبعا إذا هم محتاجين أي تدريب نطرشهم خارج الدولة ولا سواء داخل الدولة ما شاء الله شكرا بنتي المكان مال دولة الإمارات ما شاء الله تبارك الرحمن شيء مشرف قسم جميل جميل روحه يرحب من بعيد مسير يومين المبنى روحه يرحب يعني واجهة بيضة موظفين ما شاء الله عليهم منقايين نقوة أسلوب تعامل أخلاق يعني لطافة نظافة درابة كل متيمع في شو تحت غطاء دولة الإمارات العربية
المتحدة من أكاديميات، جامعات، مجالات في تعليم التكنولوجيا، وكالة الإمارات للفضاء، لها وجود وايد كبير في هالمكان ومعزلين علي. ما أدي ما هي عندهم لأول بادي الصاروخ، وهذا الصاروخ اللي هنا. شكرا. الصاروخ اللي بنطلقه من الأرض من دولة الإمارات للمريخ إن شاء الله. شعلي إن شاء الله. هذا سعادة الدكتور محمد الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء. ما شاء الله، واللي عداله هذه لفريق العمل المميزين. وانت صبري، وانت ثالث اسمك شيخها؟ أنا شيخ المسكري، رئيس التنفيذ الابتكار في وكالة الفضاء. زين والنعم. انزين الحين هذا الرجال من الكمبانية الكبار بيطيع رمسنا ولا أكيد بيطيع. شحق ما يطيع برأي مرخوصين انيك ولا ايه؟ تفضل تفضل أخ محمد. سلام عليكم. براي مرخوصين انيك ولا انيك ولا لا ساعة طيبة. طالعمرك تعرف عليك. شحالك الله يسلم. كيف انت؟ خير بالله. الله يسلمك حافظك. نبى تعطونا طالة عماركم فكرة عن هذا المجهود الكبير الصرح العظيم اللي انتم تقومون فيه. دكتور، شو الشيء اللي مرتبط بين الامارات والسعودية في مجال الفضاء؟ طبعا علاقة استراتيجية على كل المستويات بما فيها يعني مجال الفضاء. نعم. السعودية اليوم اسست يعني هي في مجال الفضاء، معناته في طموح، في التزام بالاستثمار في هذا القطاع. نحن ولله الحمد نعمل يعني، وهذا سبب وجودنا اليوم مع الأخوان في الهيئة، في هيئة الفضاء السعودية، لتبادل المعرفة، تبادل الخبرة، تبادل الإمكانيات. نحن ولله الحمد قطعنا شوط كبير. أخواننا في الهيئة السعودية للفضاء عندهم طموح وعندهم يعني الرغبة في التعاون لاستفادة من تجربة الإمارات. نحن اليوم يعني موجودين واجتمعنا مع سمو الأمير رائد الفضاء العربي الأمير سلطان بن سلمان ما شاء الله، وهذا يعني صديق وداعم كبير لبرنامج الإمارات الفضائي، وأيضا عضو في اللجنة الاستشارية العلمية لوكالة الإمارات الفضاء. قبل ما يكون في الهيئة تبادلنا بعض الأفكار. سوف يكون فريق إن شاء الله من الأخوان في السعودية الأسبوع القادم، دليل على أن الإمارات والسعودية شركاء في العمل، شركاء بالعمل الطموح اللي يلبي رغبات وطموحات وتطلعات يعني قيادتنا وشعوب هذه المنطقة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. العكس والله، أنا سعيد ومشكورين على الاستضافة. الله خير. الله يحفظك. شكرا. هالجماعة منو الحين هالشباب؟ الجماعة طال عمرك هذا يعني المهندس يعني مبارك الحبابي، من مهندسي وكالة الإمارات الفضاء، من الشباب اللي يعملون على مشروع مسبار العمل. تبارك الله. حمد الطير ايضا من مهندسين ومن من شركه الياسات الاتصالات الفضائيه. شركه الياسات يعني عندها 5 اقمار صناعيه توفر حلول لامريكا الجنوبيه. ما شاء الله. وهالرجال هذا الرجال طال عمرك المهندس ناصر الحمادي، مدير العلاقات والشراكات الدوليه في مجال الفضاء. والله من شيفته دكتور يبين. ناصر طبعا من الخبرات الكبيره. ما شاء الله. المهندس محمد الشامسي ايضا من فريق الاحلام الفضائيه في وكاله الامارات الفضاء، اللي يعملون على مسبار الامل وايضا على مشاريع اخرى يعني في مجال الفضاء. تبارك الرحمن. هالرجال هذا الرجال يعني علي الرميثي بعد مهندس يعني من وكاله الامارات الفضاء، يعني حاليا يعمل مع الفريق على مشروع اقمار صناعيه وكذلك العلاقه بالابحاث الفضائيه. ما شاء الله. شرفنا بشوفكم شباب. شو هالمجسم؟ هذا المجسم، هذا المجسم هذا يعني هذا فخر الامارات، هذا القمر الصناعي خليفه السابع. نعم. هذا القمر يعني هو أول قمر صناعي صمم وصنع بأيادي إماراتية في دولة الإمارات بواسطة مركز محمد بن راشد للفضاء. هذا نقل دولة الإمارات من مستخدم للأقمار الصناعية إلى دولة تصنع الأقمار الصناعية. تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. ما شاء الله. هل إنه طار هذا لو بعده؟ هذا موجود فوق في الفضاء. في الفضاء ويصور. ما شاء الله. يصور برج خليفة ويصور جزيرة النخلة ويصور. ما شاء الله. ولله الحمد يعني اليوم يوفر حلول للجهات البيئية في الدولة للتحقيق العمراني. فالحمد لله دولة الإمارات اليوم عندها يعني قدرات لمجال الفضاء، عندها يعني 10 أقمار صناعية في المدار ما شاء الله، وعندنا 8 أقمار صناعية تحت التصنيع. اللهم لك. عندنا برنامج لرواد الفضاء، وعندنا برنامج علمي لاستكشاف المريخ. الإمارات يعني هي أول دولة عربية إسلامية عندها مهمة علمية لاستكشاف المريخ. هذا مشروع طموح سمي من قبل القيادة الرشيدة بمسبار الأمل، حتى يبعث الأمل في نفوس وعقول يعني أبنائنا، ونلهم ونوجه الجيل القادم ونهيئهم إلى المستقبل. الفضاء أحد الجسور نحو مستقبل مشرق بإذن الله. بارك الله فيك يا دكتور. بارك الله فيك. الله يحفظكم. أنتوا الشباب اللي وياكم الجماعة أنتوا فخر.
فخر نعم ان انت نومه سبشوف هالنوع من الشباب على الله يحفظكم الله يبارك فيك. دكتور محمد انا حينه بانتظار زياره للمركز مالكم. مرحبا. انت دعيتوني والله وانا ابرك كم ساعه اني البي هذه الدعوه. نتشرف بوجودك. حددوا لي المكان والزمان والوقت. عيوني فيكم. مرحبا طال. الله يرحمك على فضلك. هذه الله يحفظكم. الدكتور قدم لي هديه. الهدية عبارة عن شو دكتور هذه؟ عبارة عن مجسم لرائد فضاء الإماراتي. نعم. إن شاء الله سوف يطلق إلى الفضاء يعني هذا العام. نعم. كذلك أيضا هذا يعني مجسم صاروخ فضائي عليه علم دولة الإمارات. نعم. وهذا الصاروخ اللي أطلق يعني قمر خليفة الشاب. نعم. وهذه يعني مجسم للإصدار لاب يعني أداة كانت تستخدم للملاحة في الماضي. ونشرف بتقديم هذه الهدية لك. شكرا. شكرا دكتور. جزاك الله الخير. الله يرحم والديك. شكرا. بعد تعدل صور فيديو ترى صور ذات فيديو anyway thank you for everybody it was very good شو اسمه هو اللي هذا فريد منو فريد هذا فريد لا هذا اللي كنا فيه هذا معرض بالانجليزي معرض شو اسمه؟ معرض السعودية للطيران بالانجليزي شو اسمه المعرض؟ ايرشو رياض هالشكل اي والله ايرشو نمبر 1 هذا مال السعودية اي والله ثانك يو فور ايفري بادي ثانك يو ثانك يو فور الكفرج يا خالد ثانك يو اقول لكم ابوي لليوم ناتي الى ختام حلقتنا الا اذا جاء جديد شيء اخر يا ربي الويش قال القادم ان شاء الله ما رقت ساعتين حاجي لأي الساعة 3 في الليل واصل ولا رقت 4 ساعة اللي رقت طالعوا العيون عفان الله زين والله يا ابوكم يا رمسون من اصبحنا ليه نحينا ركبنا السيارة ويرمسون هناك في الاجتماع هذا ومن ظهرنا حين بالسيارة لين حينهم لا 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 يرمزون فرنسي لا إن برايمين نقبل كلمة ولا بإن رايمين نفهم شيء من اللي يقولون ولا طعين صخون كثر ما يرمسون حش عن بحتى عادي رمي يرمس هالكتر ان شاء الله حفظكم في المطعم اوكو اسمه اوكو ها اوكو هذا المطعم اللي نتعشى هذا الشارع شو اسم الشارع المهم في هذا المطعم اوكو كلنا انا والشباب ياباني مطعم ياباني انا والشاب الفنان هذا وينه والشاب الوسيم هذا الزعابي وبنتنا العزيز والخيب بغت تتقود مطعم على الفكرة ما في إلا نحن لأن نحن يوارع الناس أبوي كلها كلهم شبعاني بعد ما حد يا أحد يتغدى أو يتعشى الناس إذا بياكلون خلاص نحن جايين أبوي أول الناس مطعم قمة في الرقي والجمال وياخذ العقل السلام عليكم كيف حالك؟ ليش المطعم خالي؟ شو السبب؟ نحن جايين من وقت؟ وقت صلاة والله سامحونا عادة لا أبد حياكم شو مطعمكم هذا ياباني هو؟ هذا مطعم ياباني ما شاء الله كان في دبي عندكم والله تسلم شكل جميل يعني في هذا لأن ذوق خلاصي طبعا اوكي لا خليك شكرا جديد
هي هذا اوت دور ميز خارجي محل في يسد داخل يسد خارجي كم حين يسد الحين في يسد برا مجموعة كبيرة نحن ترنا زين ابوي دخلت المطعم هاي ولقيت ثلاث بنيات هاي وحده وهاي تي وحده وهاي وحده وكلهن طيبات وفنانات وملسونات وجميلات قرب الله تعدوهن ويعرفني وعرف ريالهم وحده منها عاصلي يجري ريلها وريلها فنان بعد زقرتي وغاوي وهي غاوي قرب الله ت ويا تصورني حين حق ريت عدوها حصاه ما شاء الله عليكن مبسوطات هي هي بس خلاص انت زين خاي بيظهر ما بمسحه برايه اليوم انا يلا الله يسلمك مايا وعمرك شكلك كيف هي هي ويا الجماعه هي لا كلنا هاي تبع طيران الاتحاد اللي جاي في شغل نسيت اسم الفندق والله هذا هنا ناسيس نحن ما بناسي شو اسم فندقنا نحن نارسيسس لا 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 فيصلية. هاي واحدة منها الدكتورة وافقت ترمس زين السلام عليكم الله يهلا حياك الله خلكم تخربوا زين جاي في غل صح مبسوطين الحين انت وربيعتك كلكم دكتورات اطفال له اسنان انا اسنان اطفال رائد اسنان اطفال والله وهي جراحة لثة هاي كلكم تبع اسنان يعني انت جراحه لثه هاي هذا وكل كنا رواعي عمان لا ها؟ انا ما شارجه انت من الشارجه ما شاء الله عليكن هاي ما الشارجه طعكم كودوها الحين بتلطمه بتقول بي يا حبيب النبي يلا يعني الله يحفظكم ان شاء الله الله يخليكم يلا سامحونا عاد بس عند رباعتي ياكم ها وين السلام عليكم How are you? What's your good name? Rene. You know Rene Mawad? Yes, I'm Rene. No, actually, let's go for the No? No, baby? Mr. Rahul. Mr. Rahul? Mr. Rahul. Rahul has a kind of a kiss. Maharaja. مهراجة راهول راهلو راهلو هذا عبد الله فولاد يلا حب كمبني من الكمبني الكبار من الأوليين ميمعن هالبيز أبو يوم الصبيرا قد يوم الصبيرا قد ميمعنهم مليارات مليارات كم ما يدرى هل هو بخيل بخيل كريم الله أعلم به هذا منو؟ هذا الله يسلمك SVP SVP شو؟ SVP شركة يوردون قطع الطيران هذا هي نعم هذا هو اللي قطع الطيران هي نعم شوف انت من آخر الدنيا بعد؟ من آخر الدنيا هي يعني؟ هي نعم من آخر الدنيا من سنغافورة من سنغافورة ويبونها ويراكبونها ويعدون كل شيء كل شيء زين وهذا الرجال منو؟ هذا يشتغل ويانا في الاتحاد أدري شو يشتغل شو يسوي؟ هذا قسم المشتريات هي يشتري القطع هو هذا يشتري منه هذا يشتري من عند هذا إيه وهذا اللي يتنقل تعال تخبطني عن هذا إن هذا اللي يتنقل هذا أبوي أي شيء أي ديزاين تبى سيارة الطيارة عنده شوف أنت أي ديزاين اللي يعدل ويرسم وكل شيء هذا هو والله أهلين فنان زقرتي يقولوا عندك أنت مهتم في الرسومات وكل شيء الحمد لله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك زين هذا الزعابي شو هذا الزعابي هذا الزعابي شو قال؟ هذا مسؤول عن كل طيارات الاتحاد إلى متى يدخلون الصيانة ومتى يطلعون من الصيانة هذا هو والله اي نعم وهذه الحين هذه هاي الكل في الاتحاد والله عليك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن هاي الكل في الكل نو مروج هذا الكبير هذا الكينج الزعيم هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما مدينة زايد بيت بعدالكم بيت كوم بكلار محمد بكلار الاوليين عمر هلا وانت شو انا ابوي ما يخصني بشيء لا وراس امك تو صدقني ما يخصني لا شو شغلك انت عارف انا شغلت زعابي والله بالضبط زين كان جزيلا كان عنده ما حد الا ابو ياسر اصور العرب واسولف
لا شيء وظيفة إذا حمك الله متقاعد حاضرين قاعدوني وليت ثم قاعدوني قدم السي في انت عليك تسلم أوي أصور لك اللي يابو شيء مغري واجيو ستيك هذا M9 premium grade which is grilled over charcoal the signature and this is the Alaskan premium king crab legs أيوان which is baked with spicy mayonnaise and caviar on the top بعد we have the three sauces which is the salsa verde and black volcanic salt and wasabi ponzu thank you very much يا ابو عاد وايد اشياء من قبل يا ابو اشياء وايد اللي هو بعد من غير شو بقول ها تشاهان رايس منو ترافل تشاهان رايس هي نعم ميد فور جريتد ترافل اند ترافل اويل والله